رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعايز اكلمكم قبل ما نبدا بقى في باقي اخبارنا ان تكريم الكابتن محمود الخطيب لذوي الهمم. امبارح شفنا منظر حضاري جدا وهو بيكرم فرق ذوي الهمم او لاعبي ذوي الهمم من مختلف اللعبات وبيشكر اهاليهم. دي حاجه ما بتحصلش يعني غير من ناس مقدره ذوي الهمم، مقدره القيمه بتاعت الناس دي في مجتمعنا، ومقدره الناس دي بتعمل ايه لمجتمعها. الناس دي فعلا تستاهل انها تكرم، الناس دي بترفع اسم مصر وبترفع اسم الرياضه المصريه الحقيقه اهم من لعبات تانية. وعلى فكره مش مطلوب منهم اي بطوله، لكن هم جزء مهم جدا من مجتمع النادي الاهلي ومن عائله النادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب دايما بيحرص على وجودهم في اي حدث او اي حفله، دايما بيحرص على تكريمهم وعلى وجودهم، لان الحقيقه الناس دي ليها دور وهو حريص على اسعادهم واسعاد اسرهم الحقيقه يعني. فبالتالي الواحد بيبقى فخور لما بيبقى شايف مشهد زي ده في النادي الاهلي الحقيقه يعني. مشهد متكرر دايما، حتى في برنامج عائله النادي الاهلي كان كابتن محمود الخطيب عامل لذوي الهمم دول جزء في البرنامج، وهم ناس مؤثره في مجتمع النادي الاهلي وده حقهم. كمان مش عايز انسى تكريم عم حارس. عم حارس امبارح هو مش بيتكرم لانه هو راجل يعني ما راجل عامل من عمال النادي الاهلي او راجل ليه دور في غرفه ملابس النادي الاهلي، لا هو بيتكرم لانه راجل ادى عمر في النادي الاهلي، ادى عدد سنين كبيره جدا في النادي الاهلي. عم حارس عنده 100 بطوله. في انديه ما عملتش اللي عم حارس عمله في النادي الاهلي. انتوا متخيلين؟ عم حارس واحد جزء من تاريخ النادي الاهلي الكبير جدا، عم حارس عاصر اجيال مختلفه للنادي الاهلي الحقيقه يعني. انا شفت عم حارس وانا طفل في النادي الاهلي. ومش عم حارس لوحده، خلي بالكوا. كل عمال النادي بلا استثناء هم جزء من تاريخ النادي الاهلي. وبيتكرموا في مناسبات كتير جدا، حتى في فرع التجمع الخامس تم تكريم العمال. دايما كابتن محمود الخطيب واي مجلس اداره خلي بالكم بيحرص على ان هو يكرم عمال النادي الاهلي اللي ليهم دور لا يقل عن لاعبي النادي الاهلي وعن مسؤولي النادي الاهلي، سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني. الحقيقه هي حاجه مشرفه جدا جدا جدا. تكريم عم حارس ده شيء مش تكريم لعم حارس بس، ده تكريم لكل عمال النادي الاهلي ممثلين في صوره عم حارس اللي هو اقدم عمال النادي الاهلي في جهاز كره القدم تحديدا يعني.